وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه أيضا الحج، لأن قال الحج في سبيل الله، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج في سبيل الله، والجمهور على أنه لا يعطى للحج، الحج لمن استطاع إليه سبيل، ما تستطيع ما يجب عليك الحج، لكن ما تأخذ منه الزكاة. وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجوز أن يأخذ من الزكاة ليذهب إلى أداء الحج.